في تجربة هي الأولى من نوعها انطلقت من ميناء الجزائر أول رحلة للخط البحري المنتظم والموجه خصيصا للتصدير بين الجزائر والعاصمة الموريتانية نواكشوط. انطلاق هذا الخط إن شاء الله سوف يعزز من هذه القدرات وسيساهم بشكل إيجابي في تيسير عملية التصدير خاصة نحو بلدان الجوار، وكذلك انطلاقا من موريتانيا إلى البلدان الإفريقية الأخرى. الخدمة الجديدة ستوفر الوقت والمال للمصدرين الجزائريين نحو غرب القارة الإفريقية برحلة بحرية لا تتعدى 5 أيام. احنا درنا هذه الخطة على لا دوموند اللي كان على الطلب تاع لي زوبيراتور تاعنا الجيغالي سبورتاتور اللي عندهم اشكال باش يتصدروا في هذو المنطقات هذو. وتنظم الشركة كل 20 يوما رحلة جديدة على هذا الخط لتصدير مختلف المنتوجات الجزائرية نحو موريتانيا وكذا الدول الإفريقية المجاورة.